ليك في البطولة كان في المباراة دي تحديدا في دقيقة 86 لما نزلت مكان محمد النني، التعليمات اللي كنت واخدها ايه واحساسك انت ايه يا مهند؟ انت لعبت في كأس العرب 4 مباريات لكن برضو قيمة البطولة مختلفة، جماهيرية البطولة مختلفة، انت كلاعب بيتحسس اولى خطواته الدولية وانت مقدم اداء رائع في الدوري بقالك عدة مواسم، كان احساسك ايه والتعليمات اللي كنت واخدها وخلاص المباراة رايحة ناحية الاكسترا تايم؟ والله يعني في البداية مستر كرويش كلمني إن أنت هتنزل تأدي دور النني، إن إحنا عايزين نحافظ على الكورة، فدي التعليمات اللي أنا كنت مطلوبة مني، إن إحنا دايما لازم نبقى محافظين على الكورة ومحافظين على تنظيم الفرقة. فالحمد لله حاولت أنفذ اللي مطلوب مني، لكن أو إحساس أنا فهو يعني أنا عايز أقول لك حسيت إن أنا مش غريب عن البطولة، بسبب إن يعني أنت متجهز، ايوه النقطة انك متجهز ان لما يحتاجك تبقى موجود دي بتبقى محتاجة شغل، وانا الحمد لله كلنا اشتغلنا على ده، حتى كل اللعيبة اللي شاركت تقريبا ادت اللي عليها، ويعني الحمد لله اللعيبة كلها كانت رجالة، كل اللي شارك سواء يعني دقايق كتير او ايوه قليلة كله كان بيشارك بقلبه وبرجولة، لان كلنا زي ما قلت لك محددين هدفنا وكلنا بننفذ التعليمات اللي مطلوبة، وكان السيستم ماشي على الكل مش اللي بيلعب بس، مفهوم اللي بيلعب حلو واللي ما بيتعبش هو سيستم لعب واحد كله فاهمه وكله فاهم دوره وكل اللي مطلوب منه هتنفذه. ايوه انت عملت الحقيقه مباراه رائعه في مباراه الكاميرون ووصلت يعني وصلنا للمرحله ربما اللي خلاص كلنا اتهيأنا ليها والمباراه بدات رتمها يوصل لان هي رايحه ناحيه ركلات ترجيح. ضربه ترجيح بعد ضربه هم مضيعينها، احنا معنويا بدانا نزيد، عبد المنعم مسجل قبليك زيزو كمان، وانت داخل ضربه الترجيح في مباراه الكاميرون احساسك وتفكيرك ومباراه قدام صاحب الارض مؤهله للنهائي، كلمني عن القصة دي لأنه إحنا هنا كانت أعصابنا بايظة، أنت كانت إيه؟ والله انا زي ما قلت لك الموضوع بيبقى يعني الحمد لله احنا بنبقى متجهزين لده ومتمرنين على ده، أيوه فبالنسبه للترتيب احنا يعني هو الموضوع بيجي عشان بس في لغط شغال شويه في يعني وسط الناس كده، اللي هو ليه مثلا محمد صلاح ما شاطش، ليه مش عارف الترتيب، ده السؤال فالترتيب ده اتقال تقريبا تحديدا في ماتش السنغال. بالظبط بالظبط، فهو الموضوع بيبقى موضوع ترتيب، والترتيب بيجي من خلال تمرين، والتمرين بيبقى قبلها بلاعبين مباريات، في لعيبه سددت فبيبقى ليهم اولويه، تمام يعني الموضوع مش موضوع مين خايف ومين داخل ومين ما دخلش، كلنا اللعيبه رجاله وكله كان عنده استعداد يشوط، فدي مبدئيا. لكن في كابتن وائل موضوع جمعة قال امبارح انه عادي في لعيبة بتقول لا، وقالها عادي بتحصل حتى في بالظبط الجيل التاريخي في لعيبة كبار كانوا بيقولوا لا ملناش في البنالتيات. انا يعني الكابتن ابراهيم سعيد لحد النهارده صح؟ بيتكلم ان هو في 2006 طلب منه، وهو كان من افضل المسددين في الوقت ده، انطلب منه يشوط ما شاطش، فهو ده طبيعي، انت بتبقى في المباراه انت من نفسيا بتبقى حاسس ان انت اللعيب بيبقى حاسس هيبقى النهارده يومه او لا، يعني هو ممكن يكون في لعيب حاسس ان هو ممكن الموضوع يبقى صعب او ان هو مش يوم النهارده او ممكن صح يضيع، صح اما ما بيخاطرش، لكن الموضوع بيتهيألي ما بيبقاش موضوع خوف، بيبقى موضوع حرص على الناس اللعيبه ومجهود اللعيبه. والحقيقة إن أنت في ضربة الكاميرون دخلت بثقة ولعبتها حلو وخلاص أمنت لنا الفوز بعد كمان تحديدا ما الكرة بتاعتك سجلتها هم ضيعوا فتأهلنا. ماتش الحمد لله الفاينل مهند وأنا بحييك على الثبات في أول مباراة زي دي قدام الكاميرون في المستوى كمان اللي قدمته، مش بس الثبات لأن المستوى كمان كان ممتاز. رحنا ماتش السنغال الحقيقة إنه خلينا أكون واقعي يعني كان في فارق قد يكون بدني بسبب مشوارنا احنا في البطولة لكن كمان كان ربما أدى إلى فارق فني، بقينا عايزين احنا ضربات الترجيح، انتوا كنتوا باصين لضربات الترجيح من بداية الماتش؟ هو بس يعني احنا في البدايه كنا عارفين ان الموضوع هيبقى صعب شويه، لان انت اخر 3 مباريات 120 دقيقه، فده مجهود وحمل كبير، لان انت زي ما قلت لحضرتك في اول المداخله احنا اكتر فريق سافر مظبوط وتحرك جوه الدوله يعني جوه الكاميرون، ايوه فدي كلها حاجات كانت عامله حمل وعامله تقل للعيبه وعامله مجهود على اللعيبه، تمام؟ كمان يعني الطبيعي اللي بيساعد اللاعب الكوره انه يعمل ريكفري بتاعه بسرعه، الريكفري اللي بيعمله نفسه، ايوه
فأظن إن يعني الصور انتشرت وشفنا الريكفري اللي كنا بنعمله. اللي هو يعني ما الجرادل الزرقاء دي او آه لا البراميل الزرقاء. بالظبط، بنقعد في براميل نعمل ثلج. الموضوع يعني الموضوع، عشان كده بقول للناس يعني إحنا بنعتذر، لكن والله ما حد قصر، مفهوم. والله كلنا كنا حاطين البطولة حلم لينا، وإن إحنا نبسط الناس. إحنا كان دايماً في مستر كروش دايماً كان بيقول جملة، هو وكابتن محمد صلاح تحديداً، الاثنين دول كان في جملة دايماً بتتقال قبل الماتش، ايوه. إحنا بنلعب للناس، الجملة دي ما بتفارقنيش. الجملة دي دايماً قبل كل مباراة بيوم، ويوم المباراة وإحنا رايحين الماتش، قبل الأتوبيس ما نركب، إحنا بنلعب للناس، اللي فرحناهم الماتش اللي فات نفرحهم تاني النهاردة. ايوه. فإحنا كنا فعلاً بنلعب للناس، إحنا ما كناش يعني إحنا ما بنتكلمش في ما يعني ما حتى شغلناش موضوع ماديا المكافآت ولا امبارح كان معايا المهندس احمد بالظبط. مجاهد اتكلم في انه اللعيبه لازم تاخد مكافآتها، لان اللعيبه دي حتى رغم ان ما كانتش بتاخد المكافآت كانت بتلعب بكل اخلاص. بالظبط يعني احنا لما يعني اغلب الوقت احنا مع بعض كلاعيبه ما اتكلمناش، لا اتكلمنا فلوس ولا اتكلمنا في مكافآت ولا اتكلمنا في اي حاجه. احنا كان ايوه الهدف الرئيسي الناس مبسوطه وفرحانه، احنا عارفين نفرح الناس بالمكسب، ايوه هنكمل بده، تمام. ده كان الدافع القوي والرئيسي لينا. فلكن قدر الله ما شاء فعل في الاخر الحمد ونعم لله. بالله. طيب نوصل لركلات الترجيح. طبعا انا يومها قلتها، والحقيقه الناس كلها ما فيش حد لامك، ما فيش حد لام عبد المنعم على ركلات الترجيح. ربما كان في بعض الرؤيه الفنيه من ناحيه انه هم لسه جايبين، واحنا الضربه الرابعه كان يدخل واحد ربما اكثر خبره، فالكلام كان عن صلاح، ليه ما دخلش؟ دي بتبقى متظبطه ازاي؟ هل بتتغير مع ظرف ضربات الترجيح، ولا خلاص انا محطوط رابع فايا كان بقى مسجلين اللي قبلينا مضيعين هخش العب؟ لا هو الموضوع مش موضوع، هو يعني هو متاح انك تغير. تدخل، ايوه. هو متاح لان ده يعني هو يعني مش حاجه اجباري، ما هو مش اجباري المهند يدخل، ممكن قبل تنفيذ الضربه احس ان انا مش هجيب، او احس ان الامور مش متظبطه فارجع، فاهمني؟ ف يعني هي دي مش حاجه اجباري على اللعيب انه ترتيب يبقى يتنفذ، لكن برضه احنا بنحترم الترتيب بناء على اللي قبل كده. مهند هو اللي شاط في مباراه الكاميرون وجاي، ايوه. مهند اللي عليه دلوقتي ومهند هيشوف، فالموضوع بيبقى يعني مش موضوع يعني ممكن اكثر خبره والكلام ده، لكن هو الترتيب. ولو دي كانت جت كنا هنحتاج صلاح هو اللي يشوط الخمسه، لان الخمسه هتبقى اكثر ضغط لانه لازم يجيب. فهي لا هو يعني دار الموضوع مش نقاش وقتها، يعني انه خش انت خش انت خلاص مهند دخل، صح؟ لا مش عايز اقول نقاش، هو الموضوع موضوع احنا بنتكلم في ترتيب بناء على الناس اللي افضل في التنفيذ، تمام. فاهمني؟ والافضل في التنفيذ حطينا الترتيب. في ناس ما كان يعني المفروض مثلا مهند ما كانش في الترتيب المبدئي، كان في ناس الناس رفضت، في ناس مثلا رفضت تشوف، تمام فبترحل يعني مثلا مفهوم. اقول لي هاني هتشوط انت الثالثه، ايوه. فهاني قال لي مش هشوط، ما حدش هشوط الثالثه، لا هنرحل بقى نشوف حد ثالث، حد غيره يشوط، فاهمني؟ مفهوم. هو كان في فعلا حد ممكن المفروض يدخل يشوط، ايوه. لكن حصل ان في حد او كده رفض انه يشوط لاحساسه بالاجهاد او لاحساسه ان هو مش هيقدر، فخلاص مهند صلاح قال لي مهند شوط، تمام شوط. فهو يعني لان خد بالك جرأة منك المباراه، مباراه وتحمل مسؤولية. بالظبط، لان مباراه الكاميرا كابتن صلاح قال لي شوط، يعني برضه كان نفس الموقف اللي هو بنشوف الامور هتمشي ازاي في التنفيذ وكده، تمام، والكابتن صلاح قال لي ادخل شوط في مباراه الكاميرا، ايوه. قال لي ادخل شوط، لان برضه كان في حد اكتر يعني في لاعب او حاجه ما مش حاسس انه هيقدر يشوط، مفهوم. فكابتن صلاح قال لي مهند ادخل شوط، قلت له حاضر. فدي تعليمات كابتن فرقه، وفي نفس مفهوم. الوقت انت الحمد لله الواحد يعني عنده الجرأه والثقه في نفسه انه يشوط انت مع يعني. طلائع الجيش بتسجل بتلعب ضربات بالظبط جزاء. بالظبط، فما عنديش مشكله، والحمد لله مظبوط نفذت ده في الكاميرون، مظبوط. ولكن يعني ربنا ما اردش في الحمد المباراه. لله، قدر الله ما شاء فعل.